ترانز النهارده هنتكلم عن لما اي حد بيخلف توأم. طبعا في الاول واحد بيبقى فرحان جدا ومبسوط بقى ان هما اتنين ونفس الحجم ونفس الشكل، فعلى طول بنلاقي ان احنا بنلبسهم زي بعض، وبتبقى حاجه كيوت جدا على فكره وشكلها لذيذ. بس لازم برضو كمان ناخد بالنا امتى نعرف ان احنا لا لازم نبطل بقى نلبسهم زي بعض ونسيب كل واحد يبقى عنده الشخصيه بتاعته، عشان شكلنا برضو من الحاجات اللي بتخلينا نعرف نعبر جدا عن نفسنا. بس خلينا في الاول ايه نستمتع باول كام شهر دول، ولا يمكن اول كام سنه واحنا نلبسهم زي بعض، ونشوف كده مع بعض شويه افكار نلبسهم فيها ايه. يعني مثلا من اول ما بيتولدوا لحد هو عندهم 3 سنين، ده احلى سن الواحد بقى يركز معاهم ويلبسهم بقى كل الحاجات اللي نفسه فيها. ممكن مثلا زي ما احنا شايفين هنا الولدين دول لابسين زي بعض خطير، اتنين لابسين ميكي وشكلهم لذيذ قوي، وبجد بتبقى حاجه لذيذه كده، وما الواحد بيشوفهم يبقى حاسس ايه ده الله بصوا شبه بعض ونفس اللبس، حاجه بتفرحنا جدا. او لو بنات مثلا نلبسهم فساتين زي بعض، يا في افكار كتير، زي مثلا فستان الفوشيا في اخضر ده، يا جماعه انا ما شفت الصوره دي اصلا اتهبلت عليهم ما شاء الله يهبلوا، والفيونكه اللي محطوطه من فوق برده نفس الالوان، تحس ان في ماتشنج، بجد الحاجات دي بتبقى لذيذه قوي. او ممكن مثلا تعملهم شويه ستايل كده، يطلعوا ستايلش شويه زي الولاد دول، مثلا لابسين قمصان كده كاروهات على الجينز من تحت، شكلهم فعلا ايه كانوا ناس كبار كده، ما برضو دي تبقى حاجه لذيذه. او ممكن مثلا في البنات نلبسهم ست على بعض، مش الموضه ساتس، ولا احنا اللي متابع برنامج يبقى عارف بقى ان احنا قاعدين بنتكلم عن الموضه وعن الساتس، البنات وهم لابسين سات على بعض اللبني ده خطير، في افكار كتير وحاجات كتير. بصوا احنا لو ابتدينا ندور هنلاقي مليون فكره. بعد سن الثلاث سنين بقى ممكن نبتدي ايه ان احنا نعملهم بطريقه مختلفه في موضوع اللبس ده، نبتدي بقى نشوف هم حابين يلبسوا ايه، عشان لو هم مش حابين ان هم يفضلوا لابسين زي بعض فدي حاجه هتفرق جدا معاهم، ان لما احنا بنفرض عليهم ونقول لهم لا البسوا زي بعض او البسوا كذا او اعملوا كذا، يبتدوا يحسوا ان احنا شايفين هما الاثنين واحد، مش شايفين ده لشخصه وده لشخصه، ودي حاجه ممكن تاثر عليهم في حاجات كتير جدا في حياتهم بعد كده. فنبتدي بقى ناخد رايهم، انت حابب تلبس ايه وانت حابه تلبسي ايه. ممكن ولد يبقى عايز يلبس جينز والتاني عايز يلبس شورت، ممكن بنت تبقى حابه تلبس فستان والتانيه عايزه تلبس جينز. في الحاله دي نبتدي بقى نسيبهم براحتهم، هما اللي يختاروا عشان هما يحسوا بشخصيتهم ويحسوا بنفسهم ويحسوا ان هما كده ليهم كلمه برضو، ما هو في نفس الوقت هما لسه صغيرين، بس الحاجات البسيطه دي بتفرق معاهم. وطبعا نديهم حريتهم، بس في نفس الوقت برضو ناخد بالنا ما يطلعوش قرموزات برضو، بس ايه نبقى بنوجههم كده بالراحه ونحسسهم ان هما مختارين كله، بس مع توجيهات بسيطه، يبقاش يعني احنا برضو عندنا عاداتنا وتقاليدنا، فاحنا نبقى بنراعي الظروف المحيطه بينا والمكان اللي هما رايحينه، يبقى لابسين له اللبس المناسب، لكن في نفس الوقت يبقى عندهم احساس كده بشخصيتهم المستقله ان هم اللي اختاروا وهم مبسوطين. لو هم بقى حابين بعد سن الثلاث سنين يستمروا ان هم يلبسوا زي بعض، دي حاجه ترجع لهم، هم حرين، لو مبسوطين بيها مفيش اي مشكله خالص.